المجال الطبي ان انا بعد ما نخلص دراسة نسافر، ودايما السفر بيكون مرتبط بشيء نسمع عنه اسمه المعادلة. على الرغم ان المعادلات كتير، الا ان اللي بيجي في بالنا وبيجي في دماغنا على طول هي اليوزمل، المعادلة الامريكية. طب اشمعنى؟ عشان اليوزمل من افضل التراكات اللي ممكن تفكر فيها. طب ليه؟ لانها ببساطة تعتبر من اعلى شهادة تدريبية في العالم، تديك خلفية علمية قوية تفيدك على مستوى دراستك او شغلك، كمان بتخليك تقدر انك تشتغل بيها في الخليج مباشره من غير اي امتحانات اضافيه. وعلشان نمشي في التراك ده بشكل صحيح، ده هدف سيشن النهارده، هنتكلم فيها عن خطوات تساعدنا نرتب افكارنا وتختصر علينا الطريق عشان نوصل لليوسف. معانا في السيشن دي دكتور ابراهيم صلاح الدين، خريج كليه الطب جامعه المنصوره، دكتور ات سان جيمس يونيفرستي، فاوندر of Yuzmel Gate Teaching Academy, Certificated Yuzmel and Medical Educator with plus 10 years experience. أهلا بحضرتك دكتور إبراهيم. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك وأهلا بالحضور معنا النهاردة إن شاء الله. تشرفنا بوجود حضرتك معنا. الله يخليك. الصوت واضح؟ طبعا مسموع. طيب تمام. اول حاجه طبعا شكرا للاستضافه. ان شاء الله يعني السيشن ده نحاول نغطي فيه يعني كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها كطالب او كبوست جرادويت عشان تبدا باسوي اليو اس ام ال اي. سريعا كده يعني طبعا خلاص انتوا يعني عرفتوا بي، انا خريج طب المنصوره، انا شغال في انترنال ميديسن في سان جيمس يونيفرسيتي هوسبيتال، وكمان شغال كفيزيتنج ليكتشر في The University of Leeds، والحمد لله يمكن بقالي 11 سنة يعني more than 10 years بنعمل teaching سواء للميديكال subjects أو USMLE. كمان يعني we founded USMLE Gate Preparation Program which started from Egypt، والحمد لله الوقتي we have like more than 8 branches in different countries around the world يعني. فالحمد لله السيشن ده ان شاء الله انا هحاول اكون لحد ما يعني very focused على دايما الاسئله الكومون اللي الناس بتسال عنها. يعني في اسئله كتير جدا بتدور في دماغ معظم الناس اللي بتدخل في البصوي ده، فيعني هسال وارد على نفسي طول السيشن، ولا في حد عنده اسئله ان شاء الله ممكن يسيبها في كومنت او يعني whatever الطريقه اللي هتحطوا بيها الاسئله، وان شاء الله في اخر السيشن يعني نتكلم عنها. باي ذا واي ذيس از ماي سوشيال لينكس، ذيس از ماي فيسبوك اند ذيس از ماي يوتيوب شانل، ذير از مور ذان 50 فيديو اباوت يور سملي ان شاء الله تكون نافع عليكم، والسوشيال لينكس ديت هسيبها برضو في نهاية الفيديو. طيب سريعا كده، ايه learning objectives اللي احنا محتاجين نطلع بيها النهاردة من السيشن؟ يعني ده اللي انت مفروض في نهاية السيشن تكون حصلت عليه. يعني اول حاجة انت تفهم يعني ايه USMLE، ايه الاجزام، تمام؟ تعرف ايه الكونتنت بتاع الاجزام ذات نفسه. طيب هو الامتحان ازاي، السكورينج بتاعه، الباس وفيل والحاجات الجديدة اللي احنا بنسمعها دي. طب انا احجز الامتحان ازاي، وايه الريسورسز اللي انا استخدمها للمذاكره. طب خلاص انا خلصت الامتحان وخلصت اليو اس ام ال اي، اهميه اصلا اليو اس ام ال اي. طب انا بعد كده هقدم ازاي على الماتش او ايه اصلا الماتش ده، وايه الريزيدنسيز والتفاصيل اللي هي ما بعد اليو اس ام ال اي. وبعد كده ان شاء الله نتكلم على الفرص المختلفه بعد اليو اس ام ال اي. احمد انت هتكون المرايه بتاعتي، لو في اي مشكله في الصوت او الكاميرا يعني قول لي، لان انا مش انا تمام انا وحضرتك. طيب احنا دلوقتي كده ستريمينج على اليوتيوب بشكل مباشر، صح كده؟ ايوه. طيب ممتاز جدا. طيب سريعا كده اليو اس ام ال اي في اختصار طبعا ل يونايتد ستيتس ميديكال لايسنسنج اكزامينيشن، وهو امتحان الرخصه الطبيه الامريكيه. ده امتحان يعني اي حد عايز يدخل النظام الطبي الامريكي يشتغل في يو اس اي لازم يعدي على الامتحان ده. الامتحان ده عباره عن اسسمنت بيأسس الميديكال نوليدج بتاعتك اللي انت خدتها في الكليه. يعني هو مش هيجيب معلومات يعني من بعيد ولا حاجه، ولكن هيأسس المعلومات اللي انت اخدتها في الكليه
ولكن بشكل مختلف شويه. تمام، يعني هو هيشوف الاول 3 سنين في الكليه انت عملت فيهم ايه، وتاني وبعد كده 3 سنين الباقيين في الكليه انت عملت فيهم ايه، او بمعنى اخر البيزك نولج بتاعتك عامله ازاي والكلينيكال نولج بتاعتك عامله ازاي. عشان كده احنا عندنا 2 ستيبس سريعا كده. ستيب 1 هي جزء البيزك نولج. خلي بالكم اما باجي اقول بيزك نولج الناس بتفتكر طبعا ايه اول حاجه بتيجي في دماغها، الهيستولوجي والباراسايتولوجي والاناتومي والتفاصيل اللي هي لحد ما بيزك، الحاجات اللي احنا يعني كنا بنستراجل معاها شويه في بدايه الكليه. الوضع مختلف شويه، هي is not very basic، ولكن الموضوع الى حد ما mixed clinical و basic knowledge. How to use the basic knowledge بتاعتك as a doctor، يعني انت لو انت قاعد في المستشفى ومعاك شويه فيسيولوجي في دماغك هتستخدم شويه الفيسيولوجي دول ازاي كدكتور. تمام، ف USML step 1 بتغطي الجزء ده، فهنلاقيها بتغطي الفيسيولوجي، الباثولوجي، الفارماكولوجي، البايوكيمستري، الاناتومي، المايكروبيولوجي والبيهيفيرال ساينس. البيهيفيرال ساينس او العلوم السلوكيه هي كذا جزء. تمام، يعني بنلاقي فيها السايكايتري، بنلاقي فيها الاستاتستكس، بنلاقي فيها الابديميولوجي، وبنلاقي فيها الاسكس، وبعض المواضيع الجديده اللي بتخص الطبيب في الولايات المتحده. تمام، فهي مجمعه مع بعضها كده بنقول عليها العلوم السلوكيه. يمكن احنا درسنا منها في الكليه السايكايتري، ودرسنا الاسكس، بس ممكن الاسكس بتاعتنا مختلفه، يعني الاسيكال كودز بتاعتنا مختلفه شويه عن يعني في مصر بتكلم في الوطن العربي مختلفه شويه عن الاسيكال كودز في يو اس اي. تمام، فده جزء البيهيفيرال ساينس. كتير بتسال طب فين الهيستولوجي؟ الهيستولوجي كده متوزع مواضيع صغيره على يعني الشابترز المختلفه، يعني في كل شابتر من الشابترز اللي انت هتاخدها في اليو اسملي في معلومه كده هيستولوجي موجوده او هيستوباثولوجي موجوده. لكن الهيستولوجي بالشكل التفصيلي اللي احنا اخذناه في الكليه على ايامي مثلا، كان الجزء الاولاني منه في سنه اولى والجزء الثاني في سنه ثانيه، ده مش موجود بالشكل ده. برضو الباراسايتولوجي كانت عندنا ماده في الكليه، طبعا كانت من المواد الثقيله شويه، برضو مش موجودة بالشكل التفصيلي اللي كانت موجودة بيه في الكلية، فهي موجودة كجزء من الميكروبيولوجي في ستيب 1. تمام، الاناتومي برضو مش موجود بالشكل التفصيلي العميق جدا اللي كان موجود فيه في الكلية، يعني دايما كنا بندرس كل حاجة، الاورجين والانسيرشن واللاتيسموس درسايد دي راحة فين، والبيكتوريز ميجور دي جاية منين، والتفاصيل الكبيرة دي. طبعا التفاصيل دي موجودة في اليو اس ام ال اي، بس موجودة بشكل كلينيكال اكتر منه يعني ايه بيزك نولج. حتى انت ما بتيجي تسال في الامتحان دايما بتتسال على الكلينيكال ابلكيشن بتاعه كل جزء من الاجزاء دي. تمام، البايوكيمستري برضو من الحاجات المفرحه ان هي برضو مش زي الكليه، يعني هي نفس المعلومات اللي موجوده في الكليه، بس مثلا فور اكزامبل لما اجي ادرس الجلايكوليسيس مش هلاقي بقى الاستراكشرز بتاعه الجلوكوز يعني 6 فوسفيت، مش هلاقي الاستراكشر، ولكن هلاقي المعلومات هياها، مفيش فيها اختلاف، بس التفاصيل العميقه او التفاصيل اللي هي ليس كلينيكال مش هلاقيها موجوده في البايوكيمستري. يعني الفارماكولوجي ممكن اقول ان هياها بالظبط اللي موجوده في الكليه، مع اختلاف الديفرنت جايد لاينز اللي مختلفه من مكان لمكان. يعني مثلا في بعض الادويه ابروفد ان هي تستخدم في دوله من دول الوطن العربي ممكن يكون شيء ابروفد هنا، في بعض الادويه بتتجدد كل سنه، فيعني ده الاختلاف. ولكن اقدر اقول كده ان هي من المواد المشابهه في الاستراكشر بتاعها بشكل كامل للكليه. حتى انا يعني يمكن في الجامعه بتاعتنا وقت ما احنا كنا بندرس كان الفارماكولوجي تيبيكال اليو اس ام لي بالظبط. يعني الباثولوجي برضو لحد ما متشابه بشكل كبير، ولكن برضو السوفيستيكيتد ديتيلز بتاعه السلايدز والتفاصيل دي مش موجوده في اليو اس ام لي، ودي برضو حاجه كويسه. يعني بعض الحاجات الكلينيكال اللي انت هتستفيدها موجوده وبتسال عليها في الامتحان، بس يعني مش التفاصيل العميقه. يعني اما هتيجي تذاكر الباثولوجي يعني you will feel it is more internal medicine than pathology itself. تمام، فدي حاجه تاخد بالك منها. الفسيولوجي برضو الى حد ما متشابه، فجينا قلنا الفارماكولوجي والفسيولوجي الى حد ما متشابهين ما بين الكليه واليو اس ام لي. زي ما انا قلت الطب واحد ولكن الابلكيشن بتاعته مختلف. طيب لو دخلنا على ستيب 2 هنلاقي عندنا الانترنال ميديسن، السيرجري، الاو بي جي والبيدياتريك والسايكايتري.
دي مواد ال step 2. by the way في حاجات حلوة جدا للناس اللي بدأت تحضر USMLE في الوقت الحالي أو في آخر سنتين فاتوا، إن في تغيرات كتير قوي حصلت، وتغيرات جذرية، وتغيرات غيرت ملامح البصوي بشكل كامل. وهي أول حاجة إن step 1 دي كانت البعبع كده بتاع البصوي، يعني أي حد بيذاكر يعني USMLE هو بالنسبة له يعني حرفياً العقبة الرئيسية إنه يعمل step 1. ليه؟ الامتحان كان بسكور سيستم، وبالتالي الابليكيشن بتاعك بعد كده بيعتمد على السكور. يعني لو في كومبتيتيفنس فهي معتمده ايه السكور بتاعك مينلي في ستيب 1 وبعد كده في ستيب 2 سي كي. فبالتالي اي حد كان بيذاكر ما كانش بس بيذاكر، كان بيذاكر باجتهاد رهيب جدا عشان يقدر يحصل اعلى سكور. تمام، ولا اخفيكم سرا طبعا يعني اخواتنا الهنود والباكستان سكراتهم في السحاب، الى جانب طبعا العرب كانت يعني سكراتهم في السحاب يعني قبل باس وفيل. فكانت الكومبيتيشن عاليه جدا. الموضوع ده خلاص بقى ما عادش موجود، الامتحان بقى باس وفيل، يعني ما عادش فيه سكور سيستم. فانا شايف ان دي من اكبر وافضل يعني التغييرات اللي حصلت في باس وفيل USMLE. تمام، يعني خليني اقول بالمصري كده بقت دلع على الاخر، لان كان الموضوع فعلا محبط، محبط جدا جدا يعني. فانت مش محتاج تجيب سكور في ستيب 1، انت محتاج جاست ان انت تباص. على ما اتذكر كان السكور اصلا بتاع ستيب 1 من 280، وعلى ما اتذكر كان الباسنج سكور 193 حاجه زي كده، ده اخر حاجه كنت مطلع عليها يعني. فبالتالي دي حاجه لطيفه جدا حصلت يعني. برضو عندنا ستيب 2 سي كي، هي كانت سوري ستيب 2 بشكل عام كانت جزئين، جزء السي كي الكلينيكال نوليدج، وجزء السي اس الكلينيكال سكيلز. السي اس اتلغت، ما عادش فيه سي اس، يعني ما عدتش انت محتاج تسافر عشان تعمل امتحان السي اس. تمام، يعني خلاص ده اتلغى، ما عادش موجود. برضو ده من ضمن الحاجات اللي كانت بتكلف الناس تكلفه ماديه كبيره جدا. ونقطه تانية كمان، النجاح والسقوط فيه يعني كان يعني هو نسبه السقوط فيه كبيره، مش قليله. فبالتالي يعني التجربة في حد ذاتها كانت كبيرة، انت مسافر ومقدم على فيزا وقاعد وتفاصيل كتير يعني. فطبعا ده اتلغى. وبعد كده بقى موجود عندنا امتحان OET او امتحان لغة، يعني ايه just to prove your English proficiency، سواء كان OET او غيره يعني. تمام، ولكن طبعا يعني common is common، OET اكتر حاجة بتستخدم دلوقتي، اللي هو من الامتحانات السهلة، مش يعني متناول الجميع، سعره كويس، فالناس بتعمل OET. وبعد كده بتابلاي لحاجه اسمها ECFMG certificate، او بمعنى خلاص بقى دي الشهاده اللي انت بتقول ان انت اخذت الترخيص، عديت على المراحل دي كلها. تمام، فيعني دي كده الشكل الخريطه العامه للباسوي بشكل عام. ابو حميد، احنا يعني how to check if people understand الحاجات اللي احنا قلناها، في طريقه تعمل بيها شات مع الناس او كده؟ هو ممكن الكومنتات، بس دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تتابع بيها. طيب تمام. انا متعود على انا قاعد بتابع الكومنتات ف مفيش مشكله. فيعني ده كده شكل ده الجنرال ستراكشر بتاع اليو اس ام ال بصوي. طيب تعالوا كده ناخد كل جزء كده ونفصل فيه شويه. يعني خلاص احنا قلنا بقى الباثولوجي، الفارماكولوجي، الاناتومي، البيبرال ساينس، والميكروبيولوجي، والايمونولوجي، ده الستيب 1. طب لو جينا نشوف تقسيمه، باي ذا واي ذيس از فروم ذا مين يو اس ام ال ويب سايت، ده كده يعني البرزنتيشن بتاع المواضيع جوه الامتحان ذات نفسه. يعني الجنرال برينسيبلز بتمثل من 12-16%، البلود والليمفاتكس والايميونولوجي 7-11%، البيهيفيرال هيلث والنيرفوس سيستم سبيشال سنس من 9-13%، وهكذا. ان شاء الله بقى اسيب لكم التفاصيل دي، او حتى يعني ممكن يبقى المنظمين يشاروا معاكم بعض اللينكات اللي هتفيدكم ان شاء الله في الامر ده. فده كده تقسيم شكل الشابترز جوه الامتحان ذات نفسه. تمام، ده شكل التاسكس بتاعتك انت كواحد بتمتحن. خلي بالكم انا بتكلم هنا على ستيب 1، ده ستيب 1. خد بالك معايا كده،
ان البيشنت كير كدايجنوزس من الحاجات اللي بتمثل من 20 ل 25% من الامتحان، فاهمني؟ فمن 20 ل 25% من الامتحان انت مطالب ان انت تكون دكتور، تمام؟ يعني انا بقول لك انت مخلص سنه ثانيه ثالثه طب وعملت الامتحان، فانت مطالب ان انت to use النوليدج بتاعتك اللي انت اتدربت عليها عشان تبقى دكتور. فدي من المميزات الكبيره جدا 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 لليو اس ام لي. يعني في ناس كتير جدا بتذاكر يو اس ام لي جاست فور ساينس عشان يذاكروا النوليدج بشكل كويس بشكل تطبيقي. في ناس كتير جدا عندي في الكورسات جاست بس للمذاكره مش لفكره ان هم حتى كمان يمتحنوا. واخدين بالكم معايا اما انا قلت كلمه ان انا هديك شويه باثولوجي، هديك شويه فيسيولوجي، هديك شويه فارماكولوجي وهطلب منك انت تستخدمه كدكتور؟ فدي حاجه كويسه، دي يعني افضل طريقه يعني ايه فكره استخدامك للطب. يعني المانجمنت باي ذا واي، خلي بالك التطبيق هنا هيكون فارماكولوجي، البيشنت كير هو مدي هنا صفر بس مش ده اللي بيحصل في الامتحان، هو الموضوع بيبقى في شكل الفارماكولوجي اللي هو بيعتبرها هنا من البيزك نوليدج، يعني هي فاندمنتال ساينس 60 ل 70%. خلي بالكوا دول داخل فيهم الكلينيكال باثولوجي اللي انا اتكلمت عنه والكلينيكال فارماكولوجي اللي انا اتكلمت عنها، فستيل ده مانجمنت اصلا وستيل ده كلينيكال، تمام؟ الكوميونيكيشن والانتربيرسونال سكيلز من 6 ل 9 والبراكتس بيسد ليرنينج امبروفمنت من 4 ل 6%، تمام؟ ارجع تاني للسلايد دي. طبعا احنا بنسمع عن سورسات كتير جدا، يعني بقى في sources و resources كتير قوي لل USMLE، ودي حاجة كويسة. يعني أنا دايما بقول التنوع أصلا مطلوب، ولكن يظل في حاجات ثابتة لا تتغير. أنا 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 راجل عندي نوتس، عندي كتب، تمام، عندي كورس، تمام. فأنا مش هتكلم عن الـ عن الـ عن الحاجة بتاعتي أنا، أنا هتكلم عن الأمر اللي يعني إيه ال very common اللي الناس ما ينفعش يتعدي على الباسوي ده من غير ما تكون عملته. واكتب الفيرست ايد، يعني الفيرست ايد اسم على مسمى، هو فيرست ايد فور يو اس ام ال اي، هو مش فيرست ايد مش اسعافات اوليه، هو ده اسعافات اوليه فعلا فور يو اس ام ال اي. ذس از ذا موست امبورتنت يعني بوك في الباسوي ده، ده الكتاب اللي حرفيا انت لازم تحفظه زي اسمك. ولكن عشان نكون واضحين، الكتاب ده لحد ما فيري كوندنسد، يعني الناس يمكن اللي في مصر هتفهمني اكتر اما اجي اشبه الكتاب ده. كان زمان ايامنا في كتاب اسمه الامتحان وكتاب اسمه المعاصر كده في الثانويه العامه، الكتاب ده يعني كان بينزل تعريفات وبعض المواضيع بشكل مختصر قبل الامتحان. هو لحد ما الكتاب ده شكله تمام، فالفيرست ايد مغطي كل حاجه، ولكن في مواضيع فيه مختصره كتير، هي دي المشكله. بس هو مغطي كل حاجه، في مواضيع متغطيه بشكل كامل وفي مواضيع متغطيه بشكل مختصر. عشان كده بتيجي مرحلة الفيرست رون، سواء الفيرست رون دي انت بتقرأ فيها سورسز اخرى او بتسمع فيها فيديوهات او بتاخد فيها كورس، يعني في حاجة جنب الفيرست ايد. الفيرست ايد مش هيمشي لوحده او مش هتفهم لوحده، تمام، او مش هيغطي كل المعلومات لوحده، بس مش هينفع ادخل الامتحان من غيره، تمام. يجي بعد كده عندي حاجة اسمها USMLE World Q Bank، ده one of the most important Q banks for the exam، وده اقرب كيو بانك اللي برضو في الوقت الحالي بدا يظهر كيو بانكس كتير. ولكن يعني انا ما زلت مصر على موقفي ان اليو اس ام اللي وورلد كيو بانك ده افضل حاجه موجوده، والحاجه اللي انت لازم تحلها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة لو قدرت، يعني فهمني. طب هو وظيفته ايه، اهميته ايه في الباس واي؟ اول حاجه زي ما انا قلت كده ان احنا تعودنا في الكليه على شكل معين من اشكال الاسئله. طبعا أنا كانت أيامي دايماً written question، الـ MCQ كانت قليلة، ولكن أعتقد دلوقتي أن الأمور كلها بقت MCQ، فإلى حد ما بقرب للأنظمة العالمية. ولكن أصلاً شكل السؤال والصياغة بتاعته إلى حد ما مختلف، فعشان كده الـ USM Network Bank ده source أنت هتذاكر منه وهتحل منه. ليه؟ لأن هو الأسئلة بتاعته موجودة يعني answered، يعني unanswered الأول وبعد كده إيه answered، والanswers دي ذات نفسها في explanation ليها، تمام. فأنت هتتعود منه على شكل الامتحان، هتزود منه مواضيع ممكن تكون ناقصة في كتاب الفيرست ايد، يعني هتفهم منه بعض المواضيع أصلا اللي محتاجة فهم زيادة. فطبعا ده مهم جدا، طبعا ده موجود أونلاين وبرضه موجود منه نسخ أوفلاين حديثة. بعد كده عندي الـ NBMEs، تمام، الناشونال بورد فور ميديكال اكزامينرز، بتنزل
فورمز. الفورمز ديت هي مشابهة للامتحان اللي هتروح تمتحنه، ودي برضو من النعم الموجودة في باسوي اليو اس ام ال اي. مفيش حد بيدخل الامتحان ما يكونش عارف هو هيعمل ايه، فاهميني؟ يعني ده امتحانات تجريبية بالعربي كده. فانت بتعمل امتحان تجريبي واحد او اتنين او تلاتة زي ما انت عايز، مش بتكلم عن نمبرز، نمبرز مختلفة. يعني الفورمز دي موجود منها الوقت 25-26. فانت بتاخد فورم تحلها برضو، دي موجودة اونلاين، وتشوف السكور بتاعك فيها ايه، وتشوف الريبورت بتاع الحل بتاعك في ايه، وتبدأ تشتغل على مستواك. يعني جيت مثلا ابن حامد 3-4 شهور عملت واحدة من الفورمز، لقيت نفسك جايب وليكن 210 for example يعني. طب هي نقطة الضعف كانت عندي في ايه؟ كانت الاناتومي، فانا محتاج اشتغل الاناتومي. كانت الباثولوجي، فانا محتاج اشتغل على الباثولوجي، وهكذا. تروح تاخد فورم تانية، فورم تالتة، فورم رابعة، فورم خمسة. فدي دي كنز كده يعني، من الحاجات اللي انا بقول ان هي بتخلي الانسان داخل الامتحان ده هو مطمن 100%. ما يعني انا في خلال السنين اللي فاتت دي، يعني في خلال 10 11 سنه اللي فاتوا دول، انا ما شفتش حد داخل الامتحان هافازرد كده مش عارف هو هيعمل ايه. حتى اللي داخل يسقط هو عارف ان هو داخل يسقط، لان هو عمل الفورم دي وشاف ان هو سكوره قليل يعني، تمام، واقعيه بنسبه كبيره 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 للغايه. طيب بعد كده عندي خلاص بقى فيه سورسات اخرى، ماشي. يعني انت خليك انسان منطقي، يعني في ناس مثلا بتعرف تذاكر لوحدها، في ناس ما بتعرفش تذاكر لوحدها، في ناس بتاخد كورسات، في ناس ما بتاخدش كورسات، تمام. يعني انتوا لو رحتوا عندي على قناه اليوتيوب هتلاقوا لي اتكلمت عن كل حاجه، يعني ما يعني قلت لك ايه مميزات الحاجات ديت وايه عيوب الحاجات دي، ماشي. فانت شوف انت هتطبقن الثلاثه سورسز دول ازاي واعملهم، ماشي. لان حرفيا في نفس الراوند الواحد او في نفس السكشن الواحد في 50 واحد بيذاكر يو اس ام ال اي، وكل واحد فيهم عنده كورس مختلف، او كل واحد فيهم بيستخدم مصادر مختلفه، فاهمني؟ فيعني خليك مرن، بقول دايما كده ايه، خليك مرن، شوف اللي انت هتعمله، يعني ايه اللي انت هتضيفه جنب المصادر دي عشان تفهم المعلومه واعمله، تمام. كل الناس كويس. طيب ده بالنسبه للسيب 1. بعد كده بتحجز امتحان السيب 1. امتحان السيب 1 بيتحجز اونلاين عشان يعني تو سكيور يعني ديت، محتاج ان انت تبدا تجهز قبلها بشهرين 3 شهور. يعني سي فور اكزامبل اي ويل تيك ماي اكزام في مثلا في نوفمبر، فانا اكون مثلا في اوغست بجهز للامر. يعني بتعمل اكاونت، وبعد كده الاكاونت يعني تو جيت فيرفايد، وبعد كده بيبعته للجامعه، كل حاجه طبعا اونلاين في الوقت الحالي يعني. وبعد كده تتحول على موقع البروميتريك عشان تشوف تيست سنتر موجود قريب منك، موجود طبعا في مصر اعتقد، تو تيست سنتر في الوقت الحالي تالي في القاهره وفي اسكندريه. فتشوف بقى انت ايه، تحجز مكان في الـ التيست سنتر قريب منك، وطبعا موجود في الدول العربيه برضو، يعني الوت اوف تيست سنترز يعني. بس زي ما قلت من شهرين 3 شهور قبل ميعاد الامتحان عشان تو سيكيور ان ابوينتمنت او ديت للامتحان. طبعا الامتحان فيه يعني فيه معلومات مرعبه كتير عنه. هو الامتحان بقى عدد ساعاته طويله، ويعني ازاي هقعد 6 ولا 7 ساعات بامتحن. انا عايز اقول طبعا ديت اخر حاجه تفكر فيها، لانك انت اصلا حتى لو انت عمرك ما ذاكرت في الكليه وانت ماشي في اليو اس ام ال اي هتوصل ان انت ممكن تقعد تحل بالخمس ست ساعات وعادي، ما فيش مشكله، فاهمني؟ كل الناس مرت بالامر ده يعني. انا شفت ناس كتير جدا، كتير قوي يعني عدد لا حصر لهم من الناس، من الطلبه والبوست جرادويت ما كانوش بيذاكروا كويس في الكليه وعملوا كويس في اليو اس ام ال اي وتعودوا على المذاكره اصلا من اليو اس ام ال اي. فده يعني ايه، خلينا اقول ان هي قصه، يعني خلينا نقول اتعادت 50,000 مره قبل كده، ماشي. فالامتحان اخر وقت، الامتحان اخر حاجه تفكر فيها وقت الامتحان، فيري خلينا اقول هيومن، يعني هو الموضوع مش صعب، بس الموضوع بيجي بالتعود. يعني انت بتبدا، حتى لو انت بتبدا بنص ساعه في اليوم، انت طبيعي ان انت هتوصل في نهايه الباسوي ان انت توصل لعدد ساعات كبير في اليوم، فما تشغلش دماغك بحاجه في نهايه الباسوي خلاص. يعني طب انا اخد وقت قد ايه؟ والله الديبند، يعني هل انت مثلا، هل انت ماشي لوحدك، هل انت زي ما انا قلت في كورس، هل انت بتذاكر للكليه، هل انت متفرغ بشكل كامل، هل انت عندك 3-4 شهور في الاجازه،
هل انت يعني 50,000 حاجة، وبناء عليه هيبقى طبعا ايه الاجابة. ولكن انا خليني اقول متوسط كده، متوسط لو انا هكلم طلبة او ناس شغالة في مستشفى بعد التخرج، خليني اقول متوسط من 7 شهور. خلي بالك شوف هعمل لك رينج ايه، ل 12 شهر، تمام؟ لان زي ما قلت الايام كلها مش هتبقى شكل بعضها. طب اذاكر بمتوسط قد ايه؟ لو زي ما انا قلت لو انت بدات ساعه في اليوم هيبقى كويس، بس اهم حاجه توصل لرينج انت تذاكر 3-4 ساعات في اليوم، 5 ساعات في اليوم لو تقدر ان ذا ميدل. وطبعا اخر شهر طبعا ممكن تزود الريت عن كده. انا دايما انا حتى عندي طلبه كتير في السنين الاولى من الكليه لما بيجي يعملوا الامتحان بيبقوا عاملينه في الاجازه. يعني اخر حد دخل عندنا امتحان دخل في اجازه سنه، اجازه ما بين تانية وتالتة، ما بين على فكره باي ذا واي على ايامي برضو ما كانش ينفع تدخل امتحان بعد الا بعد سنه تالتة، انت تقدر تدخله بعد في نظام جديد بعد سنه تانية، تمام؟ وهي مانج تو باس. فانت ما تيجي تعمل امتحان اعمله في الاجازه، ما تيجي تعمل امتحان اعمله في الاجازه، عشان الاجازه خلاص يبقى انت ما بتعملش حاجه غير يو اس ام ال اي، ما بتعملش حاجه اخر شهر، ما بتعملش اي حاجه خالص غير يو اس ام ال اي، تمام؟ فممكن زي ما انا قلت ده المتوسط. انا شفت ناس خلص في 5 شهور، فانا زي ما بقول كده على حسب الوقت بتاعكم. يعني خليني كده افتح الكاميرا واقفلها عشان حاسس ان هي ايوه تمام كده، حاسس ان هي مبكسله. طيب ده بالنسبه لستيب 1. بعد كده ستيب 2 خلاص بقى، يعني انت ثانيه واحده، انت واحد دلوقتي خلصت ستيب 1، هيبقى بالنسبه لك ستيب 2 سهله، لان في معلومات كتيره جدا من ستيب 2 موجوده في ستيب 1 بالفعل. فاللي بيخلص ستيب 1 ويبدا بعدها ستيب 2 الامور بتبقى يعني اسهل بكتير وما بياخدش وقت كبير، تمام؟ يعني ده دايما بقول متوسط كده ستيب 2 ممكن من 5 شهور ل 8 شهور. برضو المصادر المهمه ان هي لازم تتغطى فيرست ايد طبعا، برضو واليو اس ام ري وورلد كيو بانك، برضو الان بي ام بي. ده شكل ال على فكره دي فور ستيب 1، فور ستيب 1 باي ذا واي، دي فور ستيب 1. ده شكل المواد. يعني تيجي تشوف الستيب 1 اللي باثولوجي بيمثل من 44 ل 52%. حرفيا انت بتذاكر باثولوجي. وعايز اقول حاجه، يعني الباثولوجي اسهل حاجه في ستيب 1، اسهل ماده على الاطلاق في ستيب 1 باثولوجي، اسهل ماده على الاطلاق في ستيب 1 باثولوجي. طيب ده برضو التفاصيل دي هسيبها لكم ان شاء الله. ده شكل تقسيمه المواد في ستيب 2 سي كي. يعني الميديسن خد بالك نفس فكره الباثولوجي، الميديسن 50-60%. عايز اقول ان حوالي 40% من الانترنال ميديسن في ستيب 2 سي كي عباره عن باثولوجي. حوالي 40% من الانترنال ميديسن في ستيب 2 سي كي عباره عن باثولوجي. فتخيل لما انت ذاكرت ستيب 1 خدت بس كده، انا خدت كده على الاقل 25% من ستيب 2 سي كي، غير ان انت عندك سايكايتري من 10-15%، وانت بالفعل اصلا في البيهيفيرال ساينس ذاكرت سايكايتري، غير ان انت عندك سيرجري وانت بالفعل في ستيب 1 ذاكرت اناتومي. فالحاجات دي كلها الكومباينيشن ده كله بيسهل الدنيا. فعشان كده دايما انا بقول للناس امتحن على طول ستيب 2 سي كي بعد ستيب 1، ما تخليش فيه فاصل كبير. طيب في سؤال طبعا كتير قوي يعني بيسالوه، يعني بصوت على اليوتيوب شانل عندي هتلاقوا يعني اتليست يعني 50 تايم يعني السؤال ده اتسال، هو دكتور انا ابدا بستيب 1 ولا ستيب 2 سي كي؟ يعني هي اسمها ستيب 1 وستيب 2، تمام؟ فهي ستيب 1 الاول بعد كده ستيب 2 سي كي، تمام؟ انا ده نصيحتي. يعني تكنيكال انت تعرف تبدا اي واحده فيهم، لان يعني طبعا بسمع اصلا قريب للكلينيكال. ما هو يعني هو على فكره انت مش هتعتمد قوي على السورسات اللي انت بتاخدها في الكليه، لان كده كده في سورسات مستقله لليو اس ام ال، الا لو انت كنت بتذاكر بقى في الكليه من سورسات اليو اس ام ال طبعا مختلف يعني. ولكن لو انت كده كده ناوي اصلا ان انت تخلص اليو اس ام ال باس واي، اخلص من ستيب 1 وبعد كده ستيب 2 سي كي، ماشي؟ طيب خلاص انا خلصت ستيب 1 وستيب 2 سي كي. برده باي ذا واي الحجز بتاع ستيب 2 سي كي نفس فكره ستيب 1 برده، بتحجزه على الاي سي في ام جي. وبعد كده كان عامل تغيير الفتره اللي فاتت دي كده على الموقع ذات نفسه، بس بيتهيألي ستيل الاي سي في ام جي ستيل، يعني كان حصل لخبطه كده في اول السنه بس ستيل هو الاي سي في ام جي. طيب بعد كده خلاص انت حجزت الامتحان وخلصت وامتحنت، دلوقتي محتاج تو بروف ان الانجليش بتاعك كويس، فامتحان الاو اي تي او اي امتحان لغه اخر. يعني
فلوس بس الامتحان سريعا كده ستيب 1 اخر حاجه كانت في دماغي $1,085 ممكن يكون زايد شويه عشان الاكونت, وستيب 2 سي كي $1,085 يعني. اتيز ا جود تايم ان انت تمتحن الفتره دي عشان الدولار سعره رخيص خالص يعني, فوقت لطيف الصراحه ان انت تمتحن. الناس الفتره اللي فاتت امتحنت بارقام خياليه يعني. طيب بعد كده بتعمل امتحان او اي تي. الاو تي برضو ليه مراكز موجوده في الوطن العربي وفي مصر, فتقدر تحجز وتمتحن في مصر وخلاص. بعد كده هتعمل يعني يول ابلاي فور ذا اي سي اف ام جي سيرتيفيكت يعني. سريعا كده امتحان الاو تي امتحان زي امتحان لغه, بيعمل لك اسسمنت في الاربع بارتس بتوع الامتحان, والليسننج والريدنج والسبيكينج والرايتنج, ولازم تباص اي ثينك ان هو تكون بي, اي ثينك ان هو لازم تكون بي عشان تبقى اكسبتد للاي سي اف ام جي اي ثينك. وبعد كده بتابلاي عشان يجي لك شكل الشهاده دي. الشهاده دي طبعا هتبقى افضل اكثر شهاده هتفرحك في حياتك يعني. يعني الظرف من بره كده بقى الصوره دي, ويعني دي اكتر حاجه هتفرحك في حياتك صدقوني يعني. يمكن تفرح بيها اكتر من الكليه كمان يعني. تمام, دي حاجه لطيفه جدا يعني, هتتوج نجاحك يعني. طيب هل ممكن اعمل الاسئله بقى, اسئله بتدور في دماغ ناس كتير قوي, هو ينفع اعمل يو اس ام ال اداني بالكليه؟ من خلال خبرتي اكلمك بشكل عملي جدا, السنين اللي فاتت دي كلها 60% من الناس اللي انا شفتها بتباص اليو اس ام ال بشكل كويس كانوا طلبة, و 40% كانوا بوست جرادويت. ماشي, يعني 60% كانوا طلبة و 40% أو ممكن أقول كمان 65%. فأنا شفت ناس كتير جدا, شفت ناس كتير قوي الفترة اللي فاتت حتى كمان بعد ما الامتحان باص وفيل. طبعا ستيب 2 سي كي ستيل سكور سيستم, وعلى فكرة أنت محتاج تجيب سكور كويس في ستيب 2 سي كي, عشان كده دايما بقول لك خليها بعد ستيب 1. محتاج تجيب, لأن هي دي الحاجة اللي لسه فيها سكور يتعمل لك بيها تنافس بيها فما تيجي تابلاي فور ريزيدنسي او فور ماتش, فاهمني؟ فانت محتاج تجيب سكور كويس, افضل سكور محتاج تجيبه في يعني. دايما بنصح الناس يعني 250 بلس في ستيب 2 سي كي. فشفت الفتره اللي فاتت صراحه يعني, حتى احنا يعني احنا يعني انا كشخص مثلا بدي كورسات, احنا يعني لما كنا بنسمع نتائج الاشخاص كان كل مثلا كل شهرين ثلاثه مثلا ممكن يكون كذا طالب دخله, لا ممكن دلوقتي كل اسبوع طالب يدخل الامتحان. فمعنى كده ان الامور بقت, مش هقول بقت سهله عن الاول, بس بقت في المستطاع, في معلومات كتير, في تفاصيل كتير, الامتحان ما عادش مرعب زي الاول, الناس بتنجح كتير. فالامتحان يعني انا في اعتقادي الامتحان بقى اسهل كتير من الاول, لان انا بقيت بشوف ناس كتير بتنجح. تمام, وعشان هو بقى نجاح مش سكور, فخلاص يعني مش محتاج ان انا يعني اعيش بقى مع اليو اس ام لفتره كبيره, يعني محتاج ان انا انجز في الباسوي يعني. تمام, فانا شايف ان بالنظام الحالي, بنظام الكليات الحالي, نظام منطقي جدا, نظام الموديولز اللي بقى بنطبق في معظم الكليات, ده نظام كويس جدا الصراحه. انا شايف ان لازم الطالب يكون مخلص ستيب 1 وستيب 2 سي كي هو في الجامعه يعني, موصل الامتياز خلص الاثنين. هل ده يعني ابليكابل, ان هو هل ده دوبل ان هو يتعمل؟ هل حد عمله؟ في ناس كتير عملت, مسجل كذا بودكاست اصلا مع ناس عملوا التجربه اثناء الكليه, ان شاء الله نزلها على اليوتيوب شانل عندي او بس ما يتاح الوقت. تمام, يعني انا مسجل في السنه فات دي كتير يعني, بودكاست كتير جدا مع ناس عملوا الامر اثناء الكليه. تمام, سواء كانوا يعني عندنا في الكورسات او سواء كانوا بره الكورسات. فانا ده نصيحه يعني, انا خليني اقول ان انا كده ايه جاي لك من المستقبل اقول لك اعمل كده يعني. فدي حاجه سهله ان شاء الله ان هي تتعمل. طب لحد كده الامور تمام, بتقالي مفيش, بتقالي مفيش كومنتس لحد كده الامور تمام. وتمام يا دكتور يعني, ربنا يبارك لحضرتك, ما فيش حد مش فاهم كلام حضرتك, واضح جدا يعني. الله يعزك رب العالمين. طيب بعد ما انا خلاص خدت بقى الاي سي في جي سيرتيفيكت, هعمل ايه بعد كده؟
هو طبعا في حاجات جانبية ممكن تعمل، يعني في حاجات أخرى غير ال يعني غير فكرة ال ECFMG، سوري غير فكرة ال USM ذات نفسها. طبعا زي ما قلت بقى في كومبيتيشن والناس بقت على دراية بكل حاجة في الباسواي، ففي حاجات جانبية أنت ممكن تعملها، في حاجات ممكن تعملها وأنت في بلدك، وفي حاجات أنت ممكن يعني إيه تيجي تعملها. فالحاجات اللي أنت ممكن تعملها وأنت في بلدك إيه؟ تحاول تتعلم أساسيات الريسيرش، يعني تفهم يعني إيه ريسيرش. مش عايزين نسوق لحد بتوع الريسيرش، ولكن يعني في كورسات كتير قوي للريسيرش موجودة دلوقتي، فممكن تفهم دي هتاخد بإيدك ناحية الريسيرش، عشان أما يبقى فيه ريسيرش بوزيشن متاح هيبقى سهل إن أنت تندمج في السيستم بسرعة وتفهم التفاصيل يعني. فدي حاجة كويسة أنت ممكن تشارك أصلاً. باي ذا واي كل الجامعات المصريه بلا استثناء فيها اساتذه بيعملوا بابليكيشن بشكل عالمي بشكل مستمر، فبالتالي لو شافوا شخص ديديكيتد ان هو يشارك، لو طالب راح كلم واحد من الاساتذه ان هو عايز يشارك في حاجه زي كده، فدي هتبقى يعني حاجه كويسه جدا في السي في بتاعك. انا برضو شفت ناس كتير جدا عملوا بابليكيشن وهم في الجامعه طلبه، ومش شرط تبقى يعني فيرست اوثر للبابليكيشن، فكره ان اسمك بس يتحط وفكره انت تخوض التجربه ده يفرق معاك بعدين يعني. ماشي، فدي حاجه اصلا مش مكلفه، وحاجه هتنعكس على الكارير بتاعك باي ذا واي، سواء انت بقى يعني جيت هنا او رحت اي مكان تاني، هو يعني في اي حته هتسافرها، هتسافر امريكا، هتسافر بريطانيا، هتسافر المانيا، دي حاجه، هتقعد في مصر، دي حاجه يعني تويل سبورت يور كارير يعني. لان طبعا الريسيرش اساس الطب، كل النيو جايدلاينز هي بقت نيو جايدلاينز عشان اتعمل ريسيرشز على الحاجات اللي قبل كده والحاجات الجديده عشان تطلع بالنيو جايدلاينز والنيو تريتمنت يعني. طبعا كل ما يخص السي في الطبي اشتغل عليه، يعني لو في مؤتمرات انت تحضرها احضرها، لو في كورسات مثلا ممكن تضيف لك احضرها، بس ما تروحش تاخد حاجه عشان بس يعني تو تيك ذا بوكس. اي حاجه هتكون هتاخدها لازم حاجه هتكون هتفرق معاك. تمام، حاجات اخرى انت ممكن تعملها ان هو يعني to apply for elective، يعني تعمل يعني اسبوعين، 3 اسابيع، 6 اسابيع، 4 اسابيع، يعني clinical rotation كده في واحده من المستشفيات الامريكيه. دي حاجه كويسه في السي في، دي حاجه قويه جدا في السي في. ليه؟ لان فكر معايا كده، في 2 مقدمين على وظيفه، واحد عارف السيستم، يعني لان طبعا السيستم مختلف عن السيستم في اي دوله، يعني السيستم الامريكي حتى مختلف عن السيستم الاوروبي، فاهمني؟ فبالتالي برضو مختلف عن السيستم في الشرق الاوسط. فور اكزامبل يعني هو الكترونيك سيستم، كل حاجه على الـ على الـ على الكمبيوتر، فاهمني؟ فبالتالي لو 2 مقدمين على ماتش، مقدمين على وظيفه، في واحد عارف عن السيستم وشاف السيستم قبل كده، وفي واحد ما شافش السيستم قبل كده، فبالتالي انا هختار اللي هو ايه اللي شاف السيستم. فعشان كده الليكتيف، لو انت متاح ليك ان انت تعمل الليكتيف في فتره الامتياز او فتره الكليه، ده هيكون حاجه كويسه جدا يعني. لو متاح ليك انت تعمل اوبزرف شيب برده، دي حاجه كويسه جدا. كتير جدا من الناس من الاي ام جيز يعني دي ابلاي فور ريسيرش بوزيشن، يعني انت بتعمل يعني بدل ما تعمل الكتيف تعمل ريسيرش، اللي هو تشارك واحد من الدكاتره اللي شغالين في المستشفيات الامريكيه في ريسيرش بروجكت اللي هو شغال عليه. طبعا كان قبل كده كان بيبقى بايد ريسيرش بوزيشن، يعني انت بيدفع لك فلوس، ولكن طبعا بسبب الكومبيتيشن فمعظم الاحوال بيبقى ان بايد، بس يعني اف يو بروف يور سيلف بعد كده هتاخد فلوس. تمام، فدي حاجه انت ممكن تعملها. فقلنا الكتيف اوبزرف شيب او ريسيرش خطة كويسة جدا. عارف طبعا يعني ناس هتيجي تقول طب التكلفة المادية ومش التكلفة المادية والحاجات دي، محدش قال ان الطريق سهل، محدش قال ان الطريق ببلاش. ماشي، يعني مفيش حد قال، محدش يعني هيضحك عليك ان يقولك الموضوع مش هيتكلف، هيضحك عليك يقولك الموضوع مش هيتكلف وقت، الموضوع مش هيتكلف فلوس، الموضوع مش هيتكلف مجهود. ده كلام مش منطقي. انت دلوقتي عايز تدرس في اقوى نظام صحي على مستوى العالم، فطبيعي ان انت لازم تقدم للامر ده. ماشي، يعني كل النيو جايدلاينز اللي بتطبق في اي دوله في العالم لازم تطبق في النظام الامريكي الاول، وبعد كده تصدر لكل دول العالم يعني. فده اقوى، بدون اي مبالغه يعني، اقوى نظام صحي على مستوى العالم على الاطلاق. ماشي،
من كل يعني من جميع النواحي، يعني مش بس من الناحيه العلميه، من جميع النواحي. يعني يقول جيت بايد انف بعد كده، المرتبات كويسه جدا. طبعا من الاسئله المتكرره في دماغ كل الناس المرتبات بتاعت الدكاتره. از فيري ايزي ان انت تكتب على جوجل متوسط مرتبات دكاتره في امريكا وانت يظهر لك يعني. فبس ات ويل بي انف اثناء فتره الريزيدنس بتاعتك، وبعد كده هتبقى كتير جدا كويسه جدا بعد الريزيدنسي. فحتى لو انت عندك اسره صغيره اثناء فتره الريزيدنسي، يعني تقول بي انف فور يو ان انت تبقى عايش عيشه مستريحه. مش هقول لك بقى ان انت معاك فلوس كتير، بس تقول بي انف طبعا يعني مش هتقارن باي مكان تاني. ولكن بعد كده يبقى في فلوس اكتر بعد فتره الريزيدنسي. فبالتالي ده كده انت لازم تقدم، يعني الامر ده لازم تقدم له كتير يعني. فمن ضمن الحاجات دي الفلوس، فده استثمار like any other project يعني. فانت متاح معاك ان انت تيجي تعمل research او تعمل observership او تعمل elective او اعمل، ما تترددش. تمام، هيفرق معاك كتير جدا في التقديم على النيابات. طيب بعد كده في التقديم على النيابات، وهو electronic system. بنسمع كلمة الماتش، وهو it's just matching. ماتشنج يعني انا بعمل ماتشنج ما بين الابلكيشن بتاعك والبروجرام اللي انت هتابلاي عليه. هو اقرب ما يكون للنيابات في اي مكان، يعني النيابات في مصر فور اكزامبل، خلاص انت بتقعد تابلاي لنيابات، وبعد كده ايه بعضهم يبعت لك يقول لك ان انت خلاص اكسبتد ان انت تعمل لك انترفيو، وبعد كده تعمل انترفيو، وبعد كده ايه تحصل على الوظيفه لو الانترفيو يعني مشي في المسار كويس. تمام، فانت بتقعد تابلاي على اتليست يعني من 150 ل 200 بروجرام. طبعا ده حاجه مكلفه، مش حاجه مش مكلفه. انا عملت طبعا فيديو تفصيلي كامل عن تكلفه الامر ده على اليوتيوب، برده ان شاء الله اشاركه معاك. وبعد كده يبدا يترد عليك بقى، تتقبل في بعض البرامج، يجيلك انترفيو وهكذا. يعني الامر ده بيمشي بالشكل ده. هو في كومبيتيشن، في كومبيتيشن، يعني هو في كومبيتيشن، الكومبيتيشن بيزيد، الكومبيتيشن بيزيد. طب هل ما فيش وظائف؟ لا، في وظائف. يعني هو الكومبيتيشن بيزيد، المطلوب منك انت تتعامل مع زياده الكومبيتيشن في ان انا ازود فرص. باي ذا واي، الكومبيتيشن بيزيد في كل حته في العالم، حتى في كل حته في العالم، يعني في مصر، في الدول العربيه، السعوديه دلوقتي بترحل دكاتره كتير جدا. هي ده منطقي يعني. هم انا دلوقتي واحد عايز ارقى بالنظام الصحي بتاعي، فانا محتاج متطلبات معينه. اي دوله ليها الحريه في ان هي تعمل كده. تمام، سواء احنا معترضين على الامر او مش، او يعني شايفينه حاجه كويسه او حاجه وحشه، بس اي دوله حريصه على ان انا يعني اجيب الستاف الطبي عندي في المستشفيات كويس جدا. ماشي، فبالتالي الكومبيتيشن ده موجود في كل حته في العالم، فانت لازم تشتغل على السي في بتاعك. تخيل انت بتنافس على افضل مكان في العالم، فطبيعي ان انت يعني تشتغل على السي في بتاعك بشكل كويس. انا صراحه امر بيضايقني كتير جدا لما الناس بتبقاش واخده الموضوع يعني بجد، يعني يو هاف تو تيك ات فيري سيريس. فلازم تبذل مجهود كويس يعني. تمام، في ناس وصلوا، في ناس وصلوا، فبالتالي انت كمان هتوصل يعني هو ما فيش حد يعني عمل حاجه مميزه. انا لازم تكون تقليدي في الباسوي ده، شوف واحد اتنين تلاتة اتعملوا ايه في الباسوي واعملهم، توصل خلاص. انت خدت طب ايه التخصصات المتاحه؟ عشان برضو بسال السؤال ده كتير يعني. من الحاجات المهمه جدا في الباسوي ده اللي انت لازم تكون مرن، لازم تكون فيري فليكسيبل. يعني كتير جدا من الطلبه في سنه تانية وفي سنه ثالثه وفي سنه رابعه، اخواتنا بيكلموني في موضوع التخصصات وكده، دكتور انا عايز جراحه، انا عايز هو، او انا عايز بطنه، او عايز تخصص معين في البطنه، او عايز تخصص اخر، عايز راديولوجي، عايز. هو اول حاجه انت لازم تكون مرن. ليه؟ لان انت في الغالب ما شفتش اي حاجه من التخصصات دي، الا لو انت كنت شغلت تخصص معين في مصر او في اي دوله من الدول العربيه، وعايز تشتغل التخصص ده في امريكا، ده امر مختلف. لكن انا بتكلم عليك كطالب، انت ما شفتش اي حاجه لسه من التخصصات دي. حتى لو انت عديت على التخصصات دي في امتياز، يعني it is not enough اصلا عشان تقول لك انت عايز تروح فين. انا بشوفت ناس كتير جدا من زمايلنا بداوا تخصصات وبعد كده غيروا تخصصات اخرى. ماشي، الوضع هنا مختلف. ليه؟ لان انت التخصصات يمكن المتاحه قوي هي التخصصات الباطنيه بكل حاجتها، الراديولوجي، الباثولوجي، النيورولوجي كباطنه، وفي اميونولوجي تقريبا كمان، وفي تخصصين كمان.
دول تخصصات الفيري كومن او فاميلي ميديسن اللي الناس يعني ايه بتاخد فيهم نيابات. هل التخصصات الاخرى مش متاحه؟ لا متاحه بس عايزه كومبيتيشن. ماشي. يعني الجراحين تخصصات الجراحيه طبيعي جدا ان الانسان الامريكي هيفكر بشكل راس مالي, فبالتالي هياخد تخصص اللي هيجيب فلوس اكتر. التخصصات الجراحيه بتجيب فلوس اكتر من التخصصات الباطنيه في اي حته في العالم, مش بس في امريكا يعني. فبالتالي لازم لها كومبيتيشن. فبالتالي محتاج ان انت يبقى اول حاجه سكور بتاعك كويس, محتاج انت تكون عملت ريسيرش, محتاج انت تكون عملت اوبزرفشيب او الكتيف, تكون مظبط السي في بتاعك, ويا حبذا كمان لو عندك شويه اكسبيرينس في الجراحه فكده انت كويس. طبعا انت لازم تكون فريش جرادويت باي ذا واي يعني, فانا بتكلم على الاكسبيرينس ان انت تكون يعني عملت كلينيكال, عملت دي روتيشنز او عملت اوبزرفشيب او الكتيفز في الحاجات دي. هو ده المتطلبات. في حد خد تخصص جراحي؟ اه في حق. في ناس خدوا تخصص جراحي ماشي. في حد ناس في ناس عرب خدوا نيور سيرجريز, في ناس عرب خدوا نيور سيرجري, ناس عرب خدوا كارديو ثوراسيك, في ناس عرب خدوا كارديو ثوراسيك. بس ستيل هي الكومبيتيشن, هو المقياس الكومبيتيشن. فالحته دي برضو انا بكررها كتير, انت لازم تاخد بالك منها. ولكن انا بقول لك اهو التخصصات الكومن هي التخصصات اللي احنا اتكلمنا يعني عنها دي. فبالتالي اما يجي لك تخصص بطنة, خد تخصص بطنة يعني, خد تخصص بطنة يعني. الموضوع ايه؟ انا بطن. فيعني الموضوع مش يعني ايه, خليك مرن, خليك مرن. طب هو النظام اصلا الـ يعني نظام النيابات ايه؟ طبعا معظم النيابات بترنج اراوند 3 سنين. في بعض النيابات بتبقى 4 سنين, لكن هي معظم فتره الريزيدنسي بتبقى 3 سنين, وبعد كده بتبدا الفيلوشيب. الفيلوشيب بقى انت بتاخد السابس بشيت يعني. فور اكزامبل مثلا انت كنت بطنه, هتاخد سابس بشيت في البطنه زي الكارديولوجي, فيبقى الفيلوشيب في الكارديولوجي تمام. وبعد كده ايه في نهايه الفيلوشيب خلاص انت كونسلتنت. في بعض الناس بتاخد برضو الفيلوشيب بتبقى سنتين 3 سنين. في بعض الناس بتاخد يعني سنه اكسترا لو تاخد يعني خلينا نقول سابس بشيت في سابس بشيت ذات نفسه, هتخصص في حاجه معينه خلاص. بعد كده انت خلصت بقى يعني, انت كده وصلت, انت بقيت كونسلتنت استشاري, ف كده انت وصلت نهايه الطريق يعني. يعني ده كده ايه بشكل عام الباس واي من اول يوم ليك خالص من الكليه للنهايه خالص ما بقيت كونسلتنت يعني. يعني انا كده تقريبا ايه قلت معظم الحاجات. في شويه بس تفاصيل كده في النهايه عايز اقولها. تخصص مصر اقدر اسافر كمتخصص على طول؟ لا. في حاجه اسمها فيلوشيب, ده سؤال. في حاجه اسمها فيلوشيب, ممكن اعمل فيلوشيب في التخصص وبعد كده, بس الفيلوشيب مش هتضمن ان انا استمر, مش هتضمن ان انا اقعد في الوظيفه طول الوقت يعني. انا اخلص الفيلوشيب لا اما اكمل في امريكا لا اما ارجع تاني بدل اللي فيها. لو انا عايز اكمل في امريكا لازم ارجع اخد الريزيدنسي تاني. وفي ناس ليها باس ويز اخرى, مش هتكلم عنها في الامر ده. ده الفيلوشيب يعني انا هروح على التخصص على طول يعني. عايز اقول ان اي تخصص في السابس بشريتي في البطنه لازم تبدا بطنه الاول. اي سابس بشريتي في البطنه لازم تبدا بطنه الاول. يعني مثلا في بعض التخصصات في مصر زي الكارديولوجي مش محتاج تبدا بطنه او هي ميكس اصلا. فلا, اي تخصص طالع من البطنه لازم تعدي على الثلاث سنين الاول بتوع البطنه تمام. طيب حاجات تساعدك في الباسوي. طبعا في جروبات كتير جدا على الفيسبوك على التليجرام. يمكن الجروب بتاعنا على التليجرام جروب كبير وعليه ناس كتير جدا, اسئله بشكل مستمر. قناه اليوتيوب عليها سلسله المعادله الامريكيه, ان شاء الله خلي المنظمين يشيروها معاكم. عليها فيديوهات كتير جدا, كل الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغك انا اعمل لها فيديو تمام. يعني عليها خلاصه 10 سنين شغل يعني. فكل الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغك خلاص انا مجاوب عليها, ففي اجابه للحاجات دي, انت مش محتاج تبدا من جديد. من الحاجات الاخرى اللي ممكن تساعدك برضو ان انت تتواصل مع الناس اللي خدوا التجربه. يعني شوف الناس اللي عملت الامتحان عملته ازاي, بالذات الناس اللي في نفس ظروفك يعني. يعني زمايلك اللي معاك في الكليه تمام. تواصل مع الناس حتى لو ناس مش معاك في الكليه. الجروبات دي هتوفر لك ناس ممكن تسالهم تاخد خبره بتاعتهم. يعني دايما بنصح الناس ابدا من حيث انطلق اخرين يعني. ما تبداش من جديد, ما تخلقش حاجه جديده وتبدا فيها. شوف الناس عملت ايه واعمل معاها تمام. برضو من ضمن الحاجات الكويسه المتاحه برضو الكورسات يعني.
ما عنديش طبعا اطلاع على كورسات الاخرين، ولكن احنا الحمد لله في الكورسات بتاعتنا بنغطي الكتب المعتمده زي الفيرست ايد اليورلد والكتب الاخرى بتاعتنا. يعني احنا كل الساينس وكل الشرح اللي احنا بنشرحه بيصب في حته ان انت تفهم المصدرين دول، فبالتالي تبقى مستعد تدخل الامتحان. طبعا الحمد لله عندنا ناس كتير معانا دخلوا الامتحان وبص، والحمد لله يعني التجربه حتى موجوده على الصفحات بتاعتنا. يعني دي حاجه من الحاجات اللي تنظم وقتك لحد ما، ويعني بتخليك بتحطك في مود الامتحان. انصح بيها طبعا، طبيعي تبقى شهادتي مجروحه انصح بيها. يعني احنا انا شايف ان المجهود اللي احنا عاملينه في يو اس ام اللي جيت مجهود فريد من نوعه في الشرق الاوسط، لان زي ما انا قلت احنا دخلنا شرح المصادر الرئيسيه مع شرح الكتب بتاعتنا، فبالتالي بقى في ميكس، هو ده الميكس بس اللي انت محتاجه للامتحان. تمام، وميكس الحمد لله مستمر لمده 10 11 سنه، فالحمد لله دي حاجه كويسه. برضو ان شاء الله اسيب لكم تفاصيل الاشتراك والحاجات ديت. الامر طبعا فليكسبل قوي للطلبه عندنا حيث الوقت والتفاصيل دي. الكورس بيحطك في جدول من اول يوم ليك لحد ما تمتحن. برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستفيد بيها تجارب الناس على اليوتيوب. يعني في ناس كتير جدا امتحنت وسايبه التجارب بتاعتها على اليوتيوب، دي حاجات هتنقل لك الخبره بتاعتك. حاول تعمل كونكشنز كتير حتى لو الاشخاص مش فاضيين. يعني شوف مثلا حد عمل ماتش وكلمه، كلمه بشكل لطيف كده، ابعت له رساله الف مبروك، والله انا ماشي في اليو اس ام اي باسوي والحمد لله بدات مذاكره، وما يكون متاح عندك وقت ممكن بس تبعت لي نصايحك. معظم الناس مشغوله، ما فيش حد مش مشغول. تمام، يعني اي دكتور في اي حته في العالم مشغول، ولكن يعني ضيف على 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 يو اس اي كمان شغل ازيد ومجهود اكتر والناس دايما مشغوله. فاتكلم مع الناس بشكل لطيف كده وبعت لهم، فبالتالي هتبدا تعمل كونكشن. شوف حد عمل ماتش، شوف حد يعني كونسلتنت، شوف حد وبعت له بشكل محترم كده شكل لطيف. فبالتالي انت على ما توصل لمرحله انت بتقدم على بقى عندك كونكشنز كتير، خدت خبرات ناس كتير، دي من الحاجات اللي هتفيدك جدا جدا في الباسواي. بس زي ما قلت لك، اعرف تكلم الناس ازاي، اعرف يعني فكره ان الناس مشغوله، فبالتالي انا يعني هكون لطيف وانا بكلمهم. مش بقول طبعا فكره يعني فكره ان يبقى في حدود وكده، بس يعني انا بوصل لك وضع الناس بشكل عام عامل ازاي. انت حتى لو شغال في اي مكان في العالم كدكتور دايما بتبقى مشغول يعني، ولكن دي حاجه ضروريه لازم تعملها، لان دي هتفيدك ونصايح الناس هتفيدك كتير بعد كده. يعني انا بتهيألي كده غطيت كل حاجه يعني احنا محتاجينها في الباسوي ده. ان شاء الله انا مور ذان هابي يعني تو بي كونتاكتد، وان شاء الله اسيب الكونتاكت لينكس مع الفريق، ولو في حد عنده لسه اسئله ابعتوها لي، وان شاء الله بس يتاح الوقت واجاوب عليها. طيب يعني احنا كده وصلنا تقريبا لنهايه السيشن. في سؤال، الكورس مناسب لاسنان الكليه؟ انا عايز اقول ان احنا عندنا 80% من الكورس طلبه في سنه اولى وثانيه وثالثه. احنا عندنا الكورس بشكل موديولات، فبالتالي هو متناسب مع الكليه. في ناس كتير جدا بتستخدم محتوى الكورس لمذاكره الكليه، وفي نفس الوقت يعني اما يخلصوا الكورس بيعملوا الامتحان يو اس ام اي. فعشان كده دايما بقول ان احنا عندنا فليكسبل بلانز للناس اللي هم جوه الكليه. يعني النيابه في مصر ملهاش لازمه كده؟ لا، ما قلتش كده. انا ما قلتش اصلا ان مصر ملهاش لازمه. يعني احنا السيشن هنا اسمه يو اس ام اي باسوي، فطبيعي ان انا اتكلم في باسوي يو اس ام اي. لكن لو حد هيسالني بقى اعيش فين، اعمل يعني اعيش في مصر، اعيش في امريكا، اعيش في اوروبا، ده سؤال تاني خالص. يعني اعمل نيابه في مصر ولا ما اعملهاش، ده سؤال تاني خالص برضه. تمام، فطبيعي ان انا هكمل مثلا لو ليش في مصر، طبيعي ان انا هكمل في شغلي في مصر لحد ما اوصل لفكره ان انا هقدم على الماتش. بس في نفس الوقت ابقى متفهم ان انا محتاج اقدم في خلال 3 سنين من التخرج. تمام، لان ده بيزود فرصتي. مش معنى كده ان الناس اللي هو بعد 3 سنين ما بتتقبلش، لا، ما شفت عادي 36 و40 سنه ناس بتقدم وبتتقبل. ماشي، بس هل انت بس هتبقى هيبقى عندك الرغبه في ان انت بعد مثلا 40 45 سنه تبدا نيابه من تاني؟ دي نقطه مختلفه. فبرضه انا شفت ناس كتير جدا عملت الامتحانات اثناء فتره النيابه
شفت الناس عملت امتحانات اصلا فتره الجيش اصلا فتره الكليه. كل التجارب دي زي ما قلت تجارب متكرره بشكل كبير جدا. طب وكان في مجموعه دكتور من الاسئله اللي هي بعتت سواء كان على الشات على الاسره او حتى مبعوثه في الرسائل البيج، فهسال حضرتك عليها. اتفضل. كطبيب مصري في اي طريقه يقدر يتفادى بها الضرائب هناك؟ وهل في ولايات مثلا فيها الضرائب فيها اقل؟ التكلفه الاجماليه ممكن توصل لكام الف دولار مثلا؟ يعني هو سؤال مصري، هو ده سؤال مصري يعني، فاهمني؟ انت مش محتاج تتفادى الضرائب في مكان في العالم. يعني هو السؤال ده ما ينفعش يطلع غير مننا احنا. ما ينفعش تتفادى الضرائب في اي حته في العالم خالص، ومش صح انت تتفادى الضرائب خالص في اي حته في العالم. ليه؟ لان انت يعني you get paid enough، والضرائب اللي انت بتدفعها دي انت بتحصل بيها على خدمات. فانا طبعا يعني it will be a scam او it will be يعني something bad ان انا اقول يعني on a live session، حتى لو مش live session، how to يعني run away from the tax. يعني دي ده 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 سؤال غير منطقي. لا ده سؤال غير منطقي بالمره يعني. ولكن خليني ريأشور الشخص اللي بيسأل. الموضوع مختلف، الموضوع مختلف. انت الفلوس انت بتدفعها انت حرفيا بتاخد بيها خدمات، تاخد بيها حاجات كويسه يعني. فريش جرادويت، سؤال على اليوتيوب. فريش جرادويت دي معناها كام سنه؟ معناها يعني اراوند 3 ييرز من التخرج. عشان كده دايما بنصح الناس ان هي تخلص ستيب 1 وستيب 2 اثناء الكليه. يعني طب هل بعد كده بقول تاني اهو بكرر، هل بعد 3 سنين مش هتقبل؟ لا هتتقبل عادي، بس انا بقول 3 سنين دي بتزود فرصك. تمام. لو عايز اخد الجنسية اقدر اخدها فقد ايه؟ يعني اتزايد في بينجا كونسلتنت هتبدأ تقدم على الجرين كارت. فهمني يعني، خليني عشان الموضوع ده مختلف، موضوع نوع الفيز ونوع يعني فترة الحصول على الجنسية والتفاصيل ديت مش ستريت فورورد كويستشن. فخليني برضه اشار معاكم لينكات الامر ده، خليني اشار معاكم لينكات للمرتبات ولينكات للامر ده، وبرضه لينك الموقع اللي تحجز عليه الامتحان. معاك يا احمد لو لسه في اسئله. في حد بيسال هو في ولايات الماتشنج فيها اصعب او في عنصريه والكلام ده؟ طبيعي. طيب نتكلم عن موضوع العنصريه. موضوع العنصريه ده موجود في كل حته في العالم يعني، حتى في بلدنا يعني العنصريه موجوده في كل حته. انا طبعا مش ببرر الامر ده، انت طبعا هتقابل ناس هتكره حياتك ان انت قابلتهم يعني، بس هي الفكره كلها ان الكوميونتي اللي انت بتتعامل فيه في امريكا واوروبا very diverse. بمعنى ان انت ممكن يكون الهيد بتاع الديبارتمنت بتاعك هندي ليبي سوداني. تمام. فهو مش منطقي ان انا يعني ان انا عنصر على حد. اصلا احنا اتنين جايين من باك جراوند مختلفه حتى عن المكان اللي احنا فيه. فالكوميونتي اللي انت عايش فيه دايما بيبقى ما بين المستشفى والبيت، عشان اكون واضح معاك. فنسبه العنصريه قليله. هل هقابل كونسلتنت وحش؟ هتقابل كونسلتنت هتكره حياتك، بس there is a way to take يعني to gain your rights. ماشي. وفي نفس الوقت هو دايما خلينا اقول شغلك هو اللي بيتكلم. يعني لو انت بتشتغل بشكل كويس وكل حاجه ما فيش اي كونسيرنس عليك، خلاص موضوع العنصريه ده مش هتلاقي. هل في عنصريه في الشوارع وفي الماركتات وفي الحاجات دي؟ طبعا موجوده، بس يعني مش بالشكل اللي يخليك يعني تبقى متضايق من الامر يعني. طب هل في ولايات طبيعي ما تيجي تقدم على الماتش، هو اسمه ماتش ليه؟ مش بس عشان الوظائف تعمل ماتش الابلكيشن مع احتياجاتها، لا انت كمان تعمل ماتشنج لاحتياجاتك. هل انا عايز مثلا مكان فيه جاليات مسلمه كتير فور اكزامبل، فهبدا يعني افكر في بعض الولايات المعينه. عايز مثلا مكان يبقى يعني فيري برستيجيوس ومشهور ان هو بيعمل ريسيرش وهيفرق معايا، فهبدا ادور على اماكن معينه. الموضوع متنوع بشكل كبير. عملت انا بودكاست برضو من يومين مع يو اس كونسلتنت، واتكلمنا عن التفاصيل دي. ان شاء الله برضو هنزل على القناه عندي على اليوتيوب. يعني اتكلمنا عن تفاصيل اصلا عميقه في الحياه. خلاص بقى انا واحد وصلت لنهايه المطاف، فوجهه نظر ايه بعد الوصول لنهايه المطاف يعني. فان شاء الله برضو ينزل عندنا على اليوتيوب. طيب
طيب في حد بيسأل من منطلق النقطة دي، لو حد هيسافر مع أسرته مدى التربية هناك على مبادئنا هتكون صعبة؟ صعبة طبعا، صعبة. يعني لن أخفيك سرا، يعني الأمر ده هيفضل هاجس معاك لفترة كبيرة، إن أنا هربي أولادي إزاي. والأمر طبعا فيه كلام كتير، وفيه كلام كتير قوي، وأكيد طبعا إحنا مش هنتكلم عنه في فيديو واحد، بس أنا هنقل لكم يعني وجهات نظر مختلفة في الأمر ده. يعني هو أول حاجة، في الوقت الحالي الأمر مختلف عن قبل كده. يعني الأمر مختلف عن قبل كده ليه؟ لأن بقى فيه جاليات مسلمة كتير في أمريكا وفي أوروبا، بقى في كتير كتير. يعني أنا عايز أقول المصريين بقوا أكتر من قبل 10 سنين فاتوا، من قبل سنتين فاتوا، فده طبعا ليه تأثير. أنا عشان أربي عيالي بشكل كويس، أنا زي ما أنا قلت وأنا بختار، أختار الأماكن اللي ممكن يكون فيها جاليات مسلمة، يعني to get myself involved أصلا مع الناس دي. ان انا دايما يعني على الاقل خالص ان انا اروح المسجد مره في اليوم. يعني ان انا اختار بعد كده لو ولادي كبروا شويه اختار مدارس اسلاميه، تمام؟ ده هيفرق كتير. يعني ده هيفرق كتير. يعني انا بقول مش بس في، لان المشكله دي مش على يعني امريكا بس الوحيده، امريكا واوروبا يعني تقريبا الهاجس واحد. يعني طيب ايه الحل؟ زي ما انا قلت، اول حاجه ان انا وانا بختار ما افكرش في نفسي بس، افكر في نفسي وفي الاسره، تمام؟ الاولاد طول ما هم صغيرين ما فيش مشكله كبيره، يعني ما فيش مشكله كبيره، ولكن هو المشكله كلها في فتره المراهقه. لان في فتره المراهقه بالذات كمان في اخر 5 6 سنين فاتوا، الحريات بقت كبيره جدا في كل حته في العالم، يعني حتى في بلادنا، يعني مساحه الحريات بقت كبيره جدا. فبالتالي في المراهقه ممكن ما تقدرش تسيطر. فعشان كده في ناس one of the strategies لما بوصل للفترة دي هو خلاص بقى consultant، وخلاص بقى خد اللي عايزه من السيستم، فبيبدأ يفكر ان هو مثلا يعني يروح الخليج، يروح قطر كده، يعني يرجع مصر. دي one of the strategies. بس لو انت خلاص قررت ان انت هتعيش حياتك كلها في USA، فلازم تاخد احتياطاتك. هل في تجارب لناس ناجحه بالفعل وربت عيالها بشكل كويس؟ في تجارب لناس. قاعده اللي هو الجيل الثالث، من اول الجيل الثالث خلاص مش هيبقى مسلمين، مش قاعده منطقيه، وما ينفعش تبقى منطقيه، لان زي ما انا قلت اصلا اعداد المسلمين بتزيد بشكل مستمر، فاهمني؟ يعني اعداد المسلمين اصلا في امريكا، اعداد المساجد بتزيد. ولكن هيظل هاجس، ولازم يفضل هاجس. يعني عشان تحافظ على اولادك، يعني كمسلم او مسيحي، تمام، لازم الامر ده يبقى في دماغك، ولازم تشتغل عليه. انت ما انتش جاي بس عشان تشتغل وتجيب فلوس. فكره الاسره، يعني اصلا انا بتكلم منطقي، انا عندي اسره، ففكره الاسره فكره مهمه جدا ليك اصلا نفسيا، تمام؟ يعني ليك نفسيا، لان انت هتبقى بعيد عن الاهل، فاتليست يبقى في اسره صغيره بتعوض الفجوه بتاعت عدم وجود الاهل، تمام؟ دي واحده من العقبات اللي بتقابلك دايما في الغربه في اي مكان في العالم. والنقطه الثانيه، انت لازم تغذي الاسره دي عشان انت محتاجهم في الاوقات اللي انت هتكون فيها، يعني عندك بيرن اوت ومحتاج تطلع من مودك يعني، وفي نفس الوقت عشان الاسره دي ما تروحش في اتجاه بعيد. يعني في سؤال اخر، طبعا كلينيكال اوديتس والكلينيكال ريسيرش والبيبر، فاهمني، والبرزنتيشنز بالذات في المؤتمرات المعترف بيها، دي حاجات كتير بتزود. يعني بقول اي حاجه متاحه تعملها في السي في بتاعك وانت في الدوله بتاعتك اعملها بدون تردد، تمام؟ معاك يا احمد. خليني اسيب لكم السوشيال مقفول، معلش المايك كنت بتكلم، المايك مقفول. هو في حد بيقول شهاده الاي سي اف ام جي بتكون مدى الحياه ولا بتكون عدى وقت من غير ما يماتش مثلا بيحصل بتكون فاليد؟ مشكله، ما فيش مشكله، خلاص انت وصلت الامر ده الموضوع بالعدوان. اعتقد على اخر مره قرات كان المفروض 7 سنين ما بين ستيب 1 وستيب 2، لان في ناس برضه بتاخد مده كبيره ما بين الاثنين. يعني المفروض 7 سنين ما بين ستيب 1 وستيب 2 سي كي. لو انت عديت 7 سنين على ما اتذكر،
لازم تعيد السي 1 من تاني، ولكن خلاص انت خدت الشهاده خلاص يعني، يعني يو ار سيرتيفايد يعني زيها زي اي يعني، انت ما بتاخد خلينا اقول بتاخد كارنيه النقابه بتجدده بس، لكن انت خلاص بقيت معترف بيك كدكتور. طيب هل بالنسبه برضو من نفس المنطقه دي ستيب 1 وستيب 2 ليهم صلاحيه ولا لا الامتحانات بتاعتهم؟ يعني ايه ما هو المنطلق واحد يعني، هو الشهاده نفسها انت اصل الفكره ان كان قبل كده في ستيب 2 سي اس، فكان الناس فعلا بتسال السؤال ده، هو ستيب 1 وستيب 2 سي كي لهم صلاحيه ولا لا عشان سي اس؟ لا خلاص ما عادش في سي اس، فانا اصلا خدت ستيب 2 ستيب 1 وستيب 2 انا كده كاني خدت الاي سي في ام جي هعمل او اي تي، ف صلاحيتهم من صلاحيه الاي سي في ام جي ذات نفسها يعني، فبالتالي مش عارف السؤال ده ممكن يكون مش مظبوط يعني. لا هو ممكن سؤال السؤال هو سؤال فعلا، هل الاي سي في ام جي ليها صلاحيه؟ ده سؤال منطقي جدا يعني، بس انا خلاص طالما خدت الاي سي في ام جي خلاص انا معايا الاي سي في ام جي يعني ابلاي في الوقت اللي هيبقى مناسب ليك، بس زي ما انا قلت يعني اي حد بياخد الاي سي في ام جي سيرتيفيكت ابلاي اي اس اي بي يعني. هو كده يعتبر تقريبا ما سالنا معظم الاسئله، وحضرتك كفيت ووفيت كل حاجه. الله يخليك. نشارك معاهم السوشيال لينكس، ولو في اي اسئله ثانيه ان شاء الله نرتب لها ونجاوب عليها ان شاء الله. انا عايز بس اقول لحضرتك جزئيه الريسيرش دي ان احنا في بصيره اصلا بنقدم محتوى الكونتنت بتاع الريسيرش ده فور فري ولسه كان في لنا ريسيرش دي منشوره عشان بس يعني انت لو قلت سالت قلت حاجه انا ما والله انا ما خدت بالي منها، والله انا ما خدت بالي منها خالص لما انا نوهت عن موضوع الريسيرش يعني. دي مش دعايه للناس اللي بتعمل الريسيرش دي، انا اول مره اعرف اصلا ان دي حاجه من الشغل بتاعكم يعني، ولكن دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه جدا زي ما قلت، دي من اقوى الحاجات اللي ممكن الانسان يعملها وهو في فتره الكليه او قبل ما يقدم على ريزيدنسي كامل يعني. لا بقول لحضرتك ان احنا اصلا في اوريدي ريسيرش بيبر اتنشرت في جورنال وكلها اللي عمل فيها كله طلبه. ممتاز جدا ممتاز جدا. دي طبعا لو في ثلاثه كمان موجودين لسه بيتراجعوا بقى كويس جدا يعني، استمروا لان دي حاجه فعلا، دي حاجه يعني داز ماتر يعني، وهتفرق معاكم كتير جدا وانتوا بتقدموا، وزي ما قلت في اي حته في العالم، لان هو يعني انا دلوقتي عايز اجيب طبيب كويس، ايه 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 اللي هيميز طبيب عن طبيب اخر؟ ان هو بيفهم ان هو يعمل ريسيرش، بيفهم ان هو يشوف ايه الجديد، هو تخطى مرحله ان هو انا بس بذاكر لمرحله ابعد شويه يعني. انا لو الكليه تبعي مش سجل حاليا الامتحان، هل ابدا مذاكره في الروسي؟ ابدا ابدا لحد ما يبقى متاح. باي ذا واي كان في قرار 24، مصر مش تبع القرار ده، وكتير من الدول العربيه، انا عملت برضو فيديو هتلاقوا على اليوتيوب في USMLE 2024 updates، ده فيديو كويس اسمعوه، كانت فعلا updates. بس باي ذا واي مصر لحد 2028 معتمد ان هي تعمل امتحانات. طب في كليات جديده لسه ما اعتمدتش. في بقى ميزه حصلت في التعديلات اللي اتعملت في 2024، ان هي هيئه الاعتماد بتاعت الدوله بتاعت مصر بقت معتمده في اي دوله، سوري اي جامعه هتعتمد في الفتره الجايه خلاص بقت معتمده، بقى طلابها ليهم اتاحه ان هم ياخدوا اليو اس ام اي. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق ده عن 2024؟ الفرق ده ان كل كليه طب في مصر كانت بتاخد الاعتماد على حده، لا اما تتقبل لا اما ما تتقبلش. فاهمني؟ يعني اللي انا اقصده دلوقتي ان مصر هيئه الاعتماد بتاعتها، هيئه الاعتماد والجوده اللي بتعتمد الجامعات بقت معتمده، فأي جامعة في مصر الهيئة دي هتعتمدها طلبة بتاعتها هيقدروا ياخدوا اليو اس ام اي. طب نعمل ايه؟ تواصلوا مع الجامعة يعني، مش هقول لكم حط الجامعة تحت ضغط، بس الجامعة اما بتشوف الطلبة، في طلبة كتير عايزة تقدم على امتحان اليو اس ام اي بالذات الجامعات الجديدة يعني، ومش متاح، بيحط الموضوع الامر في حيز التنفيذ، بدليل ان في جامعات كتير جدا من الجامعات الاهلية والجامعات الخاصة ما كانتش معتمدة قبل كده، وحتى كمان الجامعات الحكومية ما كانتش معتمده واصبحت معتمده للامتحان. تمام، اذاكر انت مش خسران حاجه من المذاكره يعني. ايه البلاد المتاح
غير امريكا يعني يو اس ام دي. طبعا يعني انا مش شايف يعني انا دايما بنصح خلاص انا طالما عملت يو اس ام دي اقدم على امريكا يعني. ولكن مستشفى حمد في قطر من اقرب المستشفيات في الوطن العربي للنظام الامريكي، يمكن افضل في بعض النقاط يعني، بعض الاماكن في الامارات. في حاجه في السي في بتاعك كمان وانت بتقدم على اي مكان اخر، في حاجه في السي في بس مش متطلب يعني. يعني اعتقد كده تمام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. يعني ان شاء الله يعني اتمنى الناس يعني تنتفع بالفيديو ده ويكون العمل ده كله خالص لوجه ربنا. ولو زي ما قلت لو انتوا يعني عندكم لسه اسئله يعني don't hesitate ان انت يعني contact me من السوشيال لينكس ديت، وتابعوا قناه اليوتيوب. انا دايما بنزل عليها يعني تجميعات للاسئله اللي بيجي لي في شكل فيديوهات. بالتوفيق ليكم جميعا. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا ونورتنا النهارده واستفدنا كلنا بوجود حضرتك معانا. شكرا جدا ليك. ربنا يخليك. تسلم يا احمد. السلام عليكم. السلام عليكم.